هكذا كانت أجواء تسليم السلطة بين حكومتي مهدي جمعة ونحيب السيد، لحظة تترجم النجاح السياسي لتونس في تجاوز آخر منعطفات المرحلة الانتقالية. تعهد خلالها رئيس الحكومة الجديد لحبيب السيد بالشروع مباشرة في إعداد آليات تنفيذ تكون في مستوى تطلعات المرحلة بعيدا عن الحلول التقليدية والمسكنات على حد وصفه. نريدها كذلك مرحلة استحثاث نسق النمو وتوزيع ثماره بأخر بما يكون من عدل، والتصدي لمظاهر الاختلال والتفاوت بين الجهات، ومكافحة الفقر، وفتح أبواب الأمل أمام الشباب. السيد محمد صالح العفاوي. أولويات الحكومة الجديدة بدت واضحة في خطاب رئيسها الذي دعا إلى تكاتف جهود كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للحد من نسبة البطالة واسترجاع ثقة المستثمرين. تسلمت حكومة لحبيب السيد مهامها رسميا وطويت صفحة الحكومات الانتقالية، لكن سقف انتظارات التونسيين يبدو عاليا تجاه هذه الحكومة. فرجل الشارع يتابع آخر المستجدات السياسية في البلاد عن كثب، أملا في تحسن معيشه اليومي. مطالب متاعنا التشغيل، الصحة، غلاء المعيشة، كل شيء يلزمه يتبدل، فهمتني؟ وإن شاء الله ربي يسهل وكهو. ويرى آخرون أن المرحلة المقبلة تقتضي إجراءات أمنية جديدة لمواجهة خطر المجموعات المسلحة العابرة للحدود. ليبيا في بالنا معناها بالثورة متاعها تهنينا معها ومشينا فرد خط، ولكن ما رعنا لما انقلبت الثورة على ليبيا ولا الشيء كله جاي على تونس، وفهمت؟ وكان يسيق تنسيق كبير ما بين الجزائر وتونس عن الأمنية بالخاصة على الحدود، ربما معناها الأمور تتضبط أكثر. سياسيا تحظى هذه الحكومة السادسة بعد الثورة بموافقة أغلبية الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، لكنها ليست بمنأى عن المساءلة، ما يجعلها أمام امتحان عسير خاصة على المستويين الأمني والاقتصادي. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس.